عبد حاشا عبد الله قدوميها مدد وكذا ما تأي أقل كسرية برلمان كسوماليا ولي وحول احتاجين يهي دقال عدي قليسي أي ديبو قراتي حيسا دا كراستر الوقويقة أيان ولد إنحو دعين حبيسك ريزول زارها أيا دوان شاعي إلا بابية دورشادي هوري إيه قدقا مامل كراستر الوقويقة ما أنتو سبتيا وحالو بلانسانا دورشاكالي وكاد إلهي الحنقر كافيزيوني أراكتدان وحي كدالتي كلان وريزول زارة روبلا لقاتي لبادة قرب مدك عبد حاشي إيه قربك مهدي لكن وحال شيغيا إن كوحدي عبد حاشي أي مركلة ديدين دورشادة مانتا قميستي ودوميها مددو كدا ماتي أقل كسري عبد حاشي عبد الله أي مركلة ويرر كو قادي لنا عكالي غارهان مدحوينها مددو كدا ماتي محمد عبد الله فرماجو قد ديغرر وقويقو أفر حبنود وحي كسعو تا مهدي أفر حبنودنا عبد حاشي سدى حبنودنا حكومة دا كوحدة عبد حاشي وحي أمسنتهي إن سدى حدا حكومة دو أيدينا عمهدي قولات جيران سيداسنا يتدبو حبنود كويهين وحي كدو ديان إن قدون كالاقه الشيو أما يدورشادة قلان سدى دو حبنود إيه لبادر إناح كسعو تا أو ميشا لغا سارو سدى حدا حكومة دا لما يخانو وحال لغا يلي دونو لنا عبد حاشي ما داما يديدين إنه كاقيب قلان دورشادة دعي سمانتا لكن شاكاد الحيسالة وحيتاي عبد حاشي هو اللقوع اللي دقال كي فرماجو عبد حاشي وحاو قدوم يوها قولها بدباد قران ويكوو دجرين ميدوغا مشارحين تا معاردكا إيه مامولا دا بوتلان يجوبلان إساقور الوقويقة كمزولة أيو لشركو بيح الناس وحوجيد كيسوها إن لقارة دورشاي دمان إن عيدو راليكا يهين لكن هادا وحا موغطا إن معاردكا إيه لبدي مامول با دقال كي وابحين عبد حاشي سدح دي أسبوعي لصودها في عبد وحا وكجري دقال كي وقعو صلاحي خد يدان وحق قرب أهنا كمو سنهلين رقيا يارين تشركة دوكو هايين محيطا يصابت الوكالة دونت عبد حاشي معاردكو وحي قاركو ديسو شيغيان إني دنتو دي دورشادة قعانتكو هايين كدي مركي قاركود من هالحبين لوغو داري قديدة دورشادة إيه قوالة دايك سوجيدان وحي أموغدان نمان أن مبدأ وين حنبار سنين حاشي وحاو الساقو ولي دحدا وقجرا دقال رقي قليا يكادانيستان مروالبا عبد حاشي حتى الساقو عن هالين ايو هلي لها كورسي جيسا لكن وحي امغضي نين حمبارسن قد ديات قارا او ايقوه انتهي انو اسبدل مامول كردعو دالكا مادام الساقو سن مدحوين او تاقنين رقي واسبدل كالشاقين لها ايا دقال كيو غبحي وحي حتى اوودي واين ميدوغا مشارحين تا بوتلان يجوبلان إنه يسو ساران قرالو أي كومو جنيان غرب استاقة قدومي عبد حاشي قاركود وحاولي لغو يدينيا إنه يدقال قلينيان عبد حاشي يغو يسخرينيا لكن تاس وحوينو ما تاري كرتو دقالكو وكجر حاشي هدبا محالو قدبون عبد حاشي سيدا موغطا عبد حاشي انتان كبادن سيمو ذكرا دقالكان وينو راديا حالكا اوغو فودود ايو كغدح بيحي كرا مشروعان waxa u fudud inuu qaato heshiis ay lama taabtaan ku noqonayaan kursigiisa iyo dhowrka kursi ee kale ee muhiimka u ah isaga taasoo la sheegay inay mar walba diyaar ka tahay dhinaca kooxda farmaajo taabacsan ee uu hormuudka u yahay Mahdi Qadar Guuleed gudoomiye Cabdi Haashi ma haya tamar inta aan ka badan ku sii wada dagaalkan oo sida muuqata ay uga siibteen ragii markii hore galiyay dhinaca mucaaradka mucaaradku waxay u muuqdaan inay luminayaan dibaca muhiim ah waxa muddooyinkii la soo dhaafay muuqatay inay reer waqooyigu si weyn u kala qaybsameen oo codadkooduna ay sidaas u kala qaybsami doonaan laakiin hadda waxa dhici karta inuu Cabdi Haashi dib ugu gurto musharixiinta mucaaradka maadaama ay awoodi waayeen inay qadiyadan si joogto ah u garab istaagaan farmaajo ayay faa'iido weyn u tahay inay midowga musharixiinta Puntland iyo Jubaland dagaalkii uga dhunteen Cabdi Haashi codad badan ayaa halkaas uga dhiman doona mucaaradka dhanka ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaar Roble ilaa hadda wuxuu arintan ka muujiyay odaytinimo wanaagsan balse wali wax hala kama uusan keenin dadka siyaasada faaqida waxay qabaan in wixii hadda ka dambeeyay arintu fududaan karto maadaama Cabdi Haashi uu banaan cidlaha soo istaagay Cabdi wixii hadda ka dambeeyay waxa uu ku qasbanaan doonaa dood iyo heshiis midkii hore ka duwan maadaama ay koox la'aan ku dhacday uma badna inay mucaaradku ka gaaraan inay mashruucan dhankooda ka badbaadiyaan oo ay soo celiyaan
wada shaqeyntii cabdi xaashi iyo reer waqooyiga la socday intaba maxay kula taadiga